صبحك الله بالنور يا ابو سعود. في مشيري ابو سعود في قلب الدوحه، الجماهير المغربيه ما شاء الله تبارك الله تارس الملعب بعد الفوز اليوم. 44,000 مشجع في 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 الملعب، وكذلك عشرات الالاف ما حصلوا تذكره برا الملعب، كنا احنا من ضمنهم برا الملعب وحضرنا المباراه في مول قطر. شوف الجماهير المغربيه الحين متجمهره ويوزعون الحلوى. شنو المناسبة توزيع الحلوى هذه؟ قولي مناسبة الربحة ديال اليوم المغرب، فرحونا الله يفرحهم. ونقول بسم الله بعد أول حاجة. بسم الله بسم الله بسم الله. لا رسول الله إلى الجيل جسدنا محمد، الله مع الجيل علي. سير 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 سير. نبي الشيله الشهيره عندكم. الشيله الشهيره يا مازال مازال، مبروك علينا هذه البدايه. مازال مازال مبروك علينا هذه البدايه. مازال مازال مبروك علينا هذه البدايه. الحين انت وصلتوا الى دور ما قد وصله منتخب عربي من قبل، معقوله قاعد تقولون هذه البدايه وما زال ما زال؟ ماشي هذه البدايه، ماشي هذه البدايه بليز، هذه مش البدايه. ان شاء الله تكون اكثر اكثر اكثر. احنا المغرب عندنا القدرات، عندنا المؤهلات، عندنا كل شيء، عندنا عندنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله ينصره الله ينصره الله ينصره. ابي عندكم طموح ان توصلون للنهائي؟ ان شاء الله النهائي ونفوز بكاس العالم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفوز بكاس العالم. صوت اطلس قدام البرتغال كريستيانو رونالدو رابع. ايش بتسوي؟ نفوز على نفوز على البرتغال كلها ان شاء الله. فزنا على اسبانيا. شو تقول حد وليد الركراكي؟ شو تقول وليد الركراكي؟ رجل رجل، وكان بكلمته والملك محمد السادس ساندو وراس لافوكا راس لافوكا. وما قلت الشهيره ديو النية. انا عبد العزيز ترى احنا جايين، ترى ما اسمعك عبد العزيز. لا خذ راحتك، انا بس كنت بشوف الحلوى اللي موجوده وشو سامي نوعها، حلوى مغربيه ولا؟ احنا جايين والبرتغال، احنا جايين وكريستيانو، احنا جايين. اول شيء نبارك للسعوديه. اي نعم. تعرف عليك؟ نادر القحطاني. نبارك لاخواننا اسود الاطلس، رجال طارق بن زياد اللي افتحوا الاندلس سابقا وافتحوه حاليا. نعم شرفونا شرفونا، خير تشريف والله يعطيهم عقبال. ان شاء الله النهائي كاس العالم رسميا. لا 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 لا، كاس العالم رسميا. لا تقولها للمغرب. بسعود تسمعني؟ اسمعك يا خلف. خويا كلمة بس. تسمعني بسعود؟ اسمعك اسمعك. السلام عليكم، انا جزائري. والله العظيم ما في ولا فرق بين المغرب والجزائر. الله يخليكم الله يخليكم ويحفظكم. في 2014 كل العرب كانت مع الجزائر، في 2022 كل العرب مع المغرب، وان شاء الله تكون في الفاينل وتاخذ الكاس. ردا على سؤالك، نعم طموحنا كبير 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 جدا جدا، وان شاء الله النهائي. بما ان المغرب يتوفر على لاعبين في المستوى ينشطون في جميع الدوريات الاوروبيه، من الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الفرنسي، يعني تقريبا طوب. بس اللي بالدوري السعودي ما نشوفه يلعب. ان شاء الله راح يلعب. لعبوا بس المدرب هذا كل مباراه تقريبا عنده تاكتيك تبعها. يعني بنشوفه ضد البرتغال الحمد لله. وهذا ما يعجبني انا في المدرب، لا يخاف الفرق الكبيره، يدخل بكل شجاعه، يدخل كانه هو الفريق الاكبر. يلعب بالخطه اللي تناسب الخصم. احنا شفنا تغييرات اليوم، وشوف على المباراه القادمه في وسط الميدان. كان بدا بالمباراه القادمه بدا بصابيري، اليوم بدا بامل لاح. رجع احنا ما نبي نتكلم اكثر فنيا، نبي نبارك حق منتخب القطر. نعم نعم، واشكر جميع الجماهير المغربيه التي قدمت تقريبا. انا اقول لك لا تقول جماهير، هي اللاعب 12 جماهير مغربيه، اللاعب طلع رقم 1. بما انها شو اسمك تعرف عليك؟ خلينا نشوف العيال. ماهر قول ماهر. ها ماهر ما اسمه؟ تفوزون على البرتغال؟ ايه. قول حق الكاميرا، قول حق الكاميرا نفوز على البرتغال. البرتغال 0 المغرب 3. الله الله. يلا تفضل. ويكون سلم على لعيبه. تفضل.
بشكل سريع تفضل. بليز انا مقيم في قطر وكنشكر قطر وكنسلم على العائلة ديالي كلهم، خالتي نزا، خالتي السنبولي، خالتي رشيدة، كلهم كنبغيكم بزاف. سلمت على خالاتي كلهم زين، خوالك ما سلمت عليهم؟ وخالاتي وخالتي رشيدة يا رب، كتوحشك توحشتك والله والله. وشكرا كثير قطر. تفضل تفضل. نريد ان نشكر قوة الامل التي تسهر على امن جميع المشجعين ويعني بواحد السلاسة وفي الخروج وفي البراكين. من هنا من تحية خاصة لجميع القوى الأمنية. شكرا لك، هذه تحية حق أمن الدوحة وأمن قطر. تفضل مسعود. I'm from Morocco. I'm a resident here and I'm very proud of Morocco. Today the performance was very very nice and we hope we will beat Portugal. Portugal is coming. Why you, we are coming one line. Yeah. Why you speak English? I don't know more Arabic. You know I'm trying but viva Morocco. Wanna to say anything about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is, no, Cristiano Ronaldo is coming because we have 11 Cristiano Ronaldo, you know, in our team. So we believe in our team and we will make it. Viva Morocco, yeah! Viva Morocco! Okay, خلاص. تفضل اختم وياك. صلاة وسلام على رسول الله، إلى جاي إلى جاي سيدنا محمد، الله معاه جا العلي. سعود هذه هي الاجواء في مشيرب والله، يعني من شده التشجيع والاصوات ما قاعد اسمعك. شكرا لك يا خلف، واجواء جميله بالتاكيد، واكيد الاجواء راح تكون شكرا لك يا خلف، واكيد الاجواء راح تكون اكثر احتفالا ان شاء الله في مباريات دور الثمانيه. انا شاكر لك يا خلف والله يعطيك العافيه. تفضل تفضل يا خلف تفضل. تفضل شنو كلمتك؟ كنقول مبروك المغاربه كاملين، مبروك الفوز، وديما مغرب، وهذه البدايه ومازال مازال عطيه كنجيو على شامبيون. كيف لو مغرب؟ اجي خالتي اجي الحاج الحاج عشان نختم وياك. الحاج الحاج ما يبي يختم الهو حاج المغربي، ودعواته ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب المغربي امام المنتخب البرتغالي. بسعود كانت هذه رسالتنا من مشيرب مع الفرحه المغربيه.